بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أعزائي متابعيني. إن شاء الله سنتحدث اليوم استكمالا لموضوعنا في الإلكترونيات عن كثافة تيار الانتشار أو Diffusion Current Density. طبعا كثافة تيار الانتشار كما رأينا بالفيديو السابق عملية الانتشار في عملية الانتشار والسيمات تتدفق من منطقة ذات تركيز عال إلى منطقة ذات تركيز أقل. التركيز العالي يحدث الكثير من التصادمات فهي تندفع من ذات التركيز العالي إلى منطقة ذات تركيز أقل. وتكون هذه ظاهرة إحصائية تتعلق بالنظرية الحركية للأجسام الصغيرة وهو علم خاص فيها يسمى statistical physics علم الإحصاء الفيزيائي. لشرح الحالة تكون الإلكترونات والفجوات في أشباه الموصلات في حركة مستمرة مع سرعة متوسطة تحددها درجة الحرارة. إذن تكون الإلكترونات والفجوات في حركة مستمرة تتحدد بدرجة الحرارة، هذا مهم جدا. حرارة عالية تكون تصادمات الحركة أسرع وفي اتجاهات عشوائية من خلال التفاعلات مع ذرات شعيرية لاتس أتمز كما منكم من أخذها سابقا. اللاتس يحدث تفاعل بينها وبين الذرات الشعرية. إحصائيا يمكن أن نفترض أنه في أي لحظة معينة ما يقرب من نصف الجسيمات، هذا فرض طبعا، في منطقة عالية التركيز تتحرك بعيدا عن تلك المنطقة نحو منطقة ذات تركيز أقل. ويمكننا أن نفترض أيضا أنه في نفس الوقت ما يقرب من نصف الجسيمات في منطقة تركيز أقل تتحرك نحو منطقة عالية التركيز أيضا. لو يعني ممكن نتحدث عن الإلكترونات والفجوات. تحركة الإلكترونات والفجوات تتحرك الفجوات تتحرك بالاتجاه المعاكس. طبعا هذه هي الفرضيات التي وضعت في علم الإلكترونيات. وضعت فرضيات ونؤمن بها لأنها تعمل، لأنها هي التفسير الوحيد الذي يمكننا من فهم كيف تعمل الإلكترونات. طبعا هنا هذا وكثافة التيار في هذه الحالة هو E dN ضرب dN على dx، وهذه كثافة التيار في هذه الحالة حامل، طبعا كثافة التيار بالنسبة للمساحة حامل الإلكترونات. طبعا dN ماذا نقصد بالdN؟ هو ثابت انتشار الإلكترون في المادة عند درجة حرارة ثابتة. ثابت انتشار الإلكترون في مادة معينة درجة حرارة ثابتة. dN dx لاحظ أنها مشتقة وأحيانا نأخذها من خلال الميل. وكثافة الإلكترونات بالنسبة للمسافة، كثافة الإلكترونات التي تمر عدد الإلكترونات التي تمر بالنسبة للمسافة بين قوسين الميل. نستخدم هنا نظرية الميل السلوب أو الجريدينت من أخذه باللغة الإنجليزية. وبنفس الكلام كثافة الفجوات سالب، طبعا الإشارة السالبة تعني أنه يسير بعكس اتجاه الإلكترونات. E dp dp على dx طبعا هنا كثافة الفجوات المقصود فيها هنا dp. إذن على نفس المنوال dp وثابت انتشار الفجوات والdp على dx كثافة الفجوات بالنسبة للمسافة أو الميل بين الكثافة والمسافة. هذا الكلام طبعا مهم جدا عندنا. طبعا هذا الكلام يعني يرينا كيف أخرجت الثوابت في علم الإلكترونيات. في هناك سنتعامل معها في علم الإلكترونيات لكنه ليس مفصليا في حل المسائل أو في حل المسائل، لأننا كما تحدثت معكم في فيديوهات سابقة لي العديد من العلوم الفيزيائية التي ترتبط بالتكنولوجيا لأنها ترتبط بالتكنولوجيا أو بتخصصات المهندسين، فإنه وجد لها العديد من الثوابت التي تجعل من تطبيقها سهلا. يعني ثم تأتي وتقول لي بأن الDN هذا ثابت، شو ثابت، والDN على الDX الخاص بهذه المادة وعلى هذه المسافة أيضا ثابت. أنت حددت عندي العمل في هذه العملية وجعلتها سهلة علي أنا كمهندس. وكما تعرفنا سابقا الهندسة هو
أسلوب تطبيق العلوم، وليس أسلوب اختراع العلوم أو إيجاد العلوم، هو تطبيق العلوم دون الحاجة إلى إثباتها. إذن سؤال مباشر على احسب كثافة حالة التيار لقطعة شبه موصلة من السيليكون، لاحظ قطعة شبه موصلة من السيليكون عند درجة حرارة 300 كلفن. افرض كثافة الإلكترونات بتغير من N تساوي 10^12 سنتيمتر لكل سنتيمتر مكعب إلى 10^16 لكل سنتيمتر مكعب كثافة الإلكترونات عبر مسافة x تساوي 0 إلى x تساوي 3 مايكرومتر. وافرض أن ثابت انتقال الإلكترونات في هذه الماديين يساوي 35 سنتيمتر مربع لكل ثانية، سنتيمتر سكوير أوفر سكند. طبعا من المعادلة السابقة التي أخذناها لاحظ جي ان خاصة كثافة الإلكترونات تساوي اي جي ان على دي ان على دي اكس، اي دي ان طبعا ثابتان، دي ان على دي اكس نتحدث عن الميل، الميل طبعا 10^12 ناقص 10^16 الثاني ناقص الأول أو الأول ناقص الثاني، طبعا بشرط الإحفاظ على الترتيب، إذا نقص الأول من الثاني هنا يجب نطرح الأول من الثاني، على 0 ناقص 3 ضرب 10 والسالب 4، طبعا هنا 3 ضرب 10 والسالب 4، طبعا هنا حتى حولها إلى سنتيمتر في هذه الحالة لأنه تحويل إلى سنتيمتر، 3 مايكرومتر حوله إلى سنتيمتر وأصبح 3 ضرب 10 والسالب 4 ضرب الدي إن 35، إي شحنة الإلكترون الثابتة لا تتغير، 1.6 ضرب 10 والسالب 19. إذا كم يكون عندي الجواب؟ إذا الكثافة تكون كثافة النواقل في هذه الحالة جي إن الإلكترونات التي تكون في هذه الحالة تساوي 187 أمبير لكل سنتيمتر مربع، وهذه يعني لاحظ كثافة الإلكترونات 187 أمبير لكل سنتيمتر مربع، ولاحظ أنه في أشباه الموصلات على الرغم من أننا نتعامل مع أجسام صغيرة في أشباه الموصلات أن تيارا بمئة الأمبيرات يمكن أن يمر في شبه الموصل، لاحظ أن تيارا 187 أمبير كما خرج معنا يمكن أن يمر في شبه الموصل، وهذا يريك كيف نعلم أشباه الموصلات أحدث ثورة في عالم الاتصالات وعالم التكنولوجيا، وأصبح موضوعا علميا يهتم به العديد من العلماء، يعني كثير من الجامعات دخلت فيه، العديد من فازوا في جوائز نوبل للكيمياء أو الفيزياء كانوا من اشتغلوا على علم أشباه الموصلات، مخابر وشركات تعمل على السيمي كوندكترز، يعني حد يستطيع أي أحد منكم بأن يدخل على شركات السيمي كوندكترز الموجودة حول العالم مثل تكساس انسترومنت، تستطيع أن تدخل وترى بلايين الدولارات، تعمل ببلايين الدولارات، ممكن تشاهد انتل أشهرهم، تشاهد في شرق شركات في آسيا، شركات في تايوان وفي اليابان تعمل في أشباه الموصلات وتحقق ملايين الملايين ومليارات، حتى تحقق مليارات شركات في ألمانيا في إيطاليا في فرنسا. إذا نرجو بأن يأتي ذلك اليوم الذي نجد فيه أمتنا العربية تهتم بهذه العلوم. طبعا وقيم الانتشار في المعادلات الحالية هذه التي أخذناها والقيم الفعالة للانتشار في معادلات الحالية ليست كميات مستقلة، طبعا هذه ليست كميات مستقلة، يعني تتحدد بماذا تتحدد؟ تتحدد بمعادلة أينشتاين، وتعرف معادلة أينشتاين أن دي إن على نيو إن تساوي دي بي على نيو بي، وهي تتحدد بالأول بالآخر بالكي تي على إي كي، طبعا ثابت بولتزمان، تي درجة الحرارة، شحنة الإلكترون ثابتة هنا تتحدد في ثابت الحرارة. إذن الجهد الحراري هنا صفر تقريبا يساوي 0.6
0.26 فولت. إذا تسمى هذه المعادلة أو هذه العلاقة بعلاقة أينشتاين. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم أحبتي. لا تبخلوا علي بعمل الشير واللايك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.